السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سفن تعقيد. فيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا. أنا محتاج أسس ابني 3 سنين ونص 4 سنين، وعايز أسسه في الإنجليش. إيه الطريقة الصحيحة؟ عندي حضانة وعايز أشتغل تأسيس، عندي أنا مدرسة وعايز أشتغل تأسيس. إيه الصح في الإنجليش؟ يعني زي زمان ما سمعنا كده، ايه قابل تفاحة، بي بول كورة، معرفش سي كات قطة، دي دوج كلب، هل ده صحيح؟ طبعا الطريقه دي غلط جدا جدا جدا، و ما لهاش اي اساس من الصحه، وبتطلع طفل في الاخر للاسف هيحتاج يتاسس تاني. طيب الطريقه الصحيحه ايه يا جماعه؟ احنا زي ما هقول لك بالظبط في الفيديو كده، زي ما انت شايف، اي از فور ابل. ممكن تشيل كلمه از اي فور ابل، اي فور ابل. يعني لو قلت اي از فور ابل هتبقى تقيله شويه. ده معناها ايه؟ لازم يكون معايا فلاش كاردز، تمام، عشان الطفل يربط. يعني اقول له A for apple، A for apple، يعني ال A زي كلمة apple، ال A دي اللي بناخدها كأول مرة زي كلمة apple، A for apple، A for apple، واخد بالي من نطق الحروف كويس جدا جدا، واسمها A مش إيه، واقول apple مش ابل، علشان ده طفل بيتأسس واللي انا بقوله هياخده مني. قلت صح هياخد مني صح، قلت غلط هياخد مني. ده واحد لسه في مقتبل حياته بيتعلم. علمته صح هياخد منك، علمته غلط هياخد منك. حد يقول لي لا، ما اعلمه اي حاجه وقدام يبقى، هي دي المشكله بتاعتنا الازليه. يعني ايه قدام يبقى؟ طب هو ده اول مره في حياته يتعلم، الغلط هيتعلمه والصح هيتعلمه. فنقول له A for apple، ويكون معايا تفاحه، يكون معايا فلاش كاردس، يكون معايا صوره لتفاحه، رسمه لتفاحه في الكراسه، اي وسيله. ده الطريقه الصحيحه اللي بعلم بيها الانجليش الناس بره. ما فيش حاجه اسمها ايه ابل تفاحه خالص، اي فور ابل. هتقول لي انا ابني مش في لغات، ابني ما اعرفش ايه، لغات تجريبي حكومي انترناشونال كله يا جماعه بنطق كده، اي فور ابل، اي فور ابل، تمام، بي فور بول، بي فور بول، واخد بالي من النطق، مش بي فور بول، مش اسمها بول، بول دي حاجه تانيه، بول. طبعا احنا عارفين في كورس الفونكس قدام بناخد الاي ويجي وراها دبل ال بنطقها، او بول سمول كول تول، تمام. فنقول بي فور بول، بلاش كلمه از هتبقى تقيله شويه، هقول له بي از فور بول هتبقى تقيله، بي فور بول، بي فور بول، بي اي فور ابل، اي فور انت، بي فور بول، بي فور بول، ب ب ب ب ب ب، تمام. زمان كنا بنعلم الحرف لوحده والصوت لوحده، النهارده بقينا بنعلم الايه؟ الحرف مع الصوت، تمام؟ A for apple، A A A A A A A A apple، A A apple، B for ball، B for ball، ب ب ب ب ب ب ب ب ب، C for cat، C for cat، ك ك ك ك ك ك، C for cat، C for cat، تمام. ده الطفل لو لسه بادئ في اول تاسيس ليه، يعني ما ينفعش اقول للطفل في المرحله دي ان صوت الحرف اسمه ك واسم الحرف اسمه سي، the name of the letter C، the sound of the letter ك. طبعا هتبقى تقيله عليه شويه، لكن لو بياخد كورس الفونكس بنبدا معاه كده، لكن ده اول مره ياخد حروف. بقول له الحرف، ها، بقول له انا ليا اسم وانت ليك اسم، بابا ليه اسم، ماما لها اسم، والحروف كلها كده كمان، بابا ليه صوت وماما ليها صوت، واخو يعني بابا لو نده عليا دلوقتي قال لي يا محمد هعرف ان بابا بينادي عليا، ماما قالت يا محمد هعرف ان ماما بتنادي، كل واحد ليه صوت، الحروف كده، كل واحد كل حرف ليه اسم وكل حرف ليه صوت. ها، سي فور كات، ك ك ك، سي فور كات، ك ك ك، دي فور دوج، خدها كلمه دوج بالامريكان اكسنت، نقول دوج، dog، dog مش dog، D for dog، D for dog، D D D D D D، D for dog، D for dog، D D D D D D، D for dog، D D D D D D، E for egg، خدك من كلمة egg مش egg، egg، the E makes a sound، egg، 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 E for egg، E for egg، E for egg، F for fish،
اف فور فيش اف ليدر اف مش اف اف دي حاجة تانية اف 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 فور فيش اف فور فيش ف ف ف ف ف ف اف فور فيش اف فور فيش ف ف ف ف ف ف جي فور جرابس جي فور جرابس. ممكن نحط كلمة سهلة كلمة جيرل كلمة جوت تمام جريبس طويل عليهم شوية جريبس يعني عنب جي فور جريبس جي فور جريبس جي فور جريبس ج ج ج ج ج ج جي فور جوت جي فور جوت ج ج ج ج ج ج ج ج ج اتش فور ها اتش فور هاوس اتش فور هاوس ها 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 كأني بضحك كده ها 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 اتش ما اقولش اتش 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 فور هاوس ها 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 اتش فور هورس ها 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 اي فور ايجلو اي فور ايجلو اه 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 ناخد بالنا من حرف الاي اه 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 والاي اه 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 اي فور ايجلو اي فور ايجلو اه 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 كلمة ايجلو معناها بيت من التلج بيت شعب الاسكيمو اللي عايش في القاره القطبيه ناخدها ان شاء الله في سنه ثالثه ورابعه رحتوه لو لما يكبروا باذن الله تعالى اي اي فور ايه اي فور ايجلو اي فور ايجلو ايه 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 جي فور جيلي فيش جي فور جيلي فيش جا 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 جي فور جيلي جي نقولش جي يس جي فور جيلي فيش جا 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 هنقول جي يا جماعة مش جي مش جي 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 فور جيلي فيش جا 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 كي فور كايت كي فور كايت كا 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 ها raise your voice كا 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 K for kite كا 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 L for lion L for lion لا 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 L for lion L for lion لا 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 M for monkey M for monkey ما 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 M for monkey M مش M M for monkey ما 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 M for monkey ما 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 M for mother ما 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 N for nest N for nest na 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 N for nest N for nest nest يعني عش na 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 N for nose N for nose na 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 O for octopus O for octopus oh 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 O for octopus oh 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 P for panda P for panda pa 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 P for panda P for panda pa 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 Q for a queen Q for a queen qua 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 Q for queen Q for queen qua 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 R for rainbow R for rainbow خد بالك من rainbow rainbow مش rainbow 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 R for rainbow ra 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 R for rainbow ra 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 را 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 طبعا حرف ال R من الحروف الصعبة جدا جدا في القراءة R the R makes sound R R for rainbow را 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 S for sun S for sun س س س س س س S for sun س س س T for turtle T for turtle T for turtle T T T T for turtle, T for turtle, T T T T T T T
تي فور تيرتل، تي فور تيرتل، ت ت ت ت ت ت. يو فور أمبريلا، يو از يو فور أمبريلا، يو فور أمبريلا، يو فور أمبريلا، في فور فان، في فور فان، فا 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 فا، وده حرف فويسد، فا فا فا، في فور فان، فا فا فا، دبليو فور واتر ميلون، دبليو فور واتر ميلون، دبليو فور واتر ميلون، أو ووتر ميلون، بطيخ أو واتر ميلون، يعني بطيخ، دبليو فور واتر ميلون، و و و و و و W for watermelon. W for watermelon. Wa wa wa. Wa wa wa. Wa. Why is طبعا هنا جايب لي كلمة زيلوفون، طبعا النطق بتاعها الإكس هنا مش منطوق خالص، تمام، لأنه بيعمل صوت تاني خالص غير صوت الإكس، فهنقول X for ox. X for ox. X, X, X. X for ox. X for x-ray. Y for yarn. Y for yarn. Y for yarn. Ya ya ya. Ya ya ya. Y for yellow. Y for yellow. Ya ya ya. Ya ya ya. Z for zebra. Z for zebra. Z z z. Z z z. Z for zebra. Z for zebra. Z z z. دي الطريقة الصحيحة لتعليم الحروف، نعلم الحرف مع الصوت في مرحلة واحدة، تمام، مهم جدا جدا طبعا. ولو انا بأسس في الدراسة لازم الطفل ينزل بيهم عمود لو هو بيعرف يكتب، تمام، ما بيعرفش يمسك القلم، يبقى هنعمل نقط ويمشي عليها. يا ريت، اتمنى الفيديو يكون اعجبكم ويفيدكم ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير بإذن الله تعالى في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.